أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن إطلاق برنامج تقييم 2 يأتي تجسيدا لقصة نجاح النسخة الأولى من البرنامج، والذي جاء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز الفعالية والكفاءة في الخدمات الحكومية عبر التقييم المستمر لمراكز الخدمة لارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين مستوى كفاءة الجهات وموظفيها وتطوير أداء مراكز الخدمة فيها، بما يتواكب مع برنامج الحكومة 2019-2022 ومخرجات الملتقى الحكومي 2019. جاء ذلك لدى ترأسه الاجتماع العاشر للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 19 الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة عيسى بحضور أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع وقفت اللجنة على سير آلية تنفيذ خطة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بما يضمن التقييم السلس والسليم للمراكز، واستعرضت قائمة المراكز المدرجة ضمن خطة التقييم 2019 وملاحظات الفريق المركزي على مجريات عملية التقييم والزيارات الميدانية التي باشر فريق العمل الميداني والمتسوقون السريون بتنفيذها على مراكز الخدمة الحكومية بدءا من هذا الأسبوع، لتشمل تقييم مجموعة مراكز تابعة ل19 جهة حكومية. من خلال زيارتنا لمراكز الخدمة الحكومية التقينا مع عدد من العملاء من المواطنين والمقيمين، بالإضافة لقيامنا بعمليات التقييم ومطابقتها مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة، حيث أن عمليات التقييم تتيح المجال لمراكز الخدمة الحكومية لتطوير خدماتها تماشيا مع تطلعات المسيرة التنموية الشاملة.